أفضل دايت لتعويض نقص التستوستيرون. ما في أي نوع أكل بحد ذاته يزيد لك التستوستيرون أو ينقص التستوستيرون، بما فيهم اللي يقول لك والله فول الصويا ينزل التستوستيرون وفعل الاستروجين، هالأمر غير واقعي. إذن ما في أكل بحد ذاته بتاكله بيرفع لك تستوستيرون، ولا في أكل بحد ذاته بتاكله بينزل لك تستوستيرون. الأمر لا يسري بهذه الطريقة. عملية تخليق التستوستيرون معقدة أكثر من ذلك، مو فقط تناول وجبة معينة أو نظام معين أو نوع أكل معين راح يأثر سلبا أو إيجابا على التستوستيرون. لخبط بالتمرين الأول خليته الأخير والأخير خليته بالنص وهكذا من باب التغيير، هل هذا إيجابي أو غير إيجابي؟ ترتيب التمارين متى يفرق؟ إذا أنت راح تتمرن تمرين يجهد العضلة بطريقة، مثلا أنا الحين عندي تمرين صدر وأكتاف، تمرين الصدر إذا لعبته أنا بطريقة معينة راح يأثر تأثير سلبي على الأكتاف، بالتالي إذا جيت ألعب أكتاف ما راح أقدر ألعب. فمعناته أو العكس، إذا لعبت أكتاف قبل الصدر ما راح أدي في الصدر. معناته ترتيب التمارين في هذه الحالة راح يفرق معي، لأنه إذا خليت تمرين قبل تمرين قد يؤثر على تمرين آخر وجودة التمرين الآخر. فأنت تحسبها هذه الطريقة، فترتيب التمارين عادي تغيره، ما في ترتيب معين، ما لم ان مثلا عندك تمرين يحتاج قوه انفجاريه عاليه مثلا بتخليه في البدايه مثلا الديد ليفت تبي بنش بريس، او اذا راح ياثر سلبا على عضله وادائها. هل يوجد هرمون ما له سايد افكت؟ لا لا، هذا الامر غير موجود. اي هرمون، اي نوع هرمون بتاخذه لازم له سايد افكت بغض النظر صغير او كبير، طبعا الجرعة تحدد، لكن أي نوع من أنواع مواد عالم الظلام لازم لها تأثير سلبي، والتأثير مثل ما قلنا يعتمد على المادة، على جودتها، على الكمية، على ردة فعل الجسم، على تراكمها، على هذه كلها تؤثر على مدى التأثير، بس كلهم لازم لهم سايد افكت. ليش إذا شربت كمية كبيرة من الكربولين يسبب حارج عكس البروتين أموره طيبة؟ لأن الكربولين فيه ستريك أسيد، حمض الستريك، حمض الستريك حمضي، فبالتالي إذا شربت كمية عالية بيسوي لك حارج إذا أو ارتجاع مرئي أو هذا الحموضة يعني. بالتالي أنا أفضل الحين، شوف الكربولين ممتاز، مشكلته الوحيدة في تركيز الستريك أسيد. لذلك إذا حاب تغير الكارب خذ كاربونوكس أو كارب لودر، هذا لأن الستريك أسيد فيهم أقل من الكربولين. بالتالي أنا أفضل في هذا الحالة إذا الواحد حاب إنه يقلل من الحمضية أو حموضة هذا المادة. كلوروفيل له داعي أو لا؟ والله إذا كنت تشيره نزرعك ونصب عليك ماي ونحطك تحت الشمس، نعم كلوروفيل جدا مفيد لك، بس إذا أنت بشر مثلي ومثل الشباب هني ما بتحتاجه أكيد. الكلوروفيل ما في أي داعي له للبشر إلا إذا كنت أنت من النباتات. المكملات اللي استخدمها شخصيا، استخدمها بشكل دائم فيتامين دال، أوميجا 3، كرياتين، مغنيسيوم وزنك، هذا لين بشكل دائم. الزنك احيانا بعد اطق عليه يعني، بس الاكيد دائما استخدمهم اوميجا 3، فيتامين د، مغنيسيوم وكرياتين. في امور ثانيه اخذها على حسب الحاله، احتاجها لشيء معين ما احتاجها لشيء معين، بس الامور الثابته دائما هذا لين اربعه او الخمسه ذكرتهم. الحراره تاثر على معدل الايض؟ مو وايد يعني، اصلا عشان يفرق كرقم، مو في معدل الايض بحد ذاته لكن في الحرق العام، عشان يفرق كرقم بتوصل مرحلة الاجهاد الحراري. يعني اذا كان الجو حار نفس الحين راح توصل مرحلة الاجهاد الحراري، يمكن ما تقدر تواصل تسوي الشيء، يمكن تطيح، يمكن تموت، يعتمد على الوضع. فبالتالي جسمك راح يصل مرحلة اجهاد حراري عالية قبل لا اصلا تشوف نتيجة من النشاط الجسمك يستنفذه عشان مثلا يعرق ويكافح هذه الحراره المرتفعه، او العكس كذلك اذا البروده عاليه نفس الشيء قد تتعرض لمشاكل صحيه قبل لا تشوف نتائج من تكيف جسمك مع هذه الحراره عشان انه يحرق بشكل مختلف. فلذلك ان الفرق تافه جدا وما راح يفرق ارقام فعليه. تمرين متواصل وممتاز مع تخبيص بالاكل ما النتيجه؟ تمرين قصدك حديد راح يزيد قوتك بالتاكيد، يعني بغض النظر شنو قاعد تاكل القوه راح ترتفع، قد يرتفع ايضا حجم العضله شيء بسيط، بس لا توقع دهونك يعني راح تقدر تتحكم فيه اذا قاعد تخبص تخربط الدنيا كلها.
وراح تبني عضله بشكل جيد في حال انك قاعد تاكل كميه بروتين كافيه. تخربط، ولكن مع هالخربطه قاعد تغطي احتياج بروتين جيد، قد يبني جسمك عضلات، ولكن جسمك ما راح يكون جميل ومتناسق، ما له بتكون جيناتك ممتازه جدا. يعني واحد، في ناس وايد كذي يخربط في الاكل وروح يتمرن، جسمه مينون، شو السالفه؟ جيناته سمحت له. بالتالي العامل الجيني هو رقم واحد في هذا الامر. ثانيا، نعم قوتك راح تزيد، يمكن البناء العضلي راح يزيد كميه البروتين جيده، غير ذلك ما راح تشوف نتيجه تعجبك. الى هنا اصدقائي الاعزاء نكون قد انتهينا من فقره الاسئله لهذا اليوم. اتمنى لكم يوما طيبا. هام السعد لحسابي على الانستغرام البحرين. حق موضوع التستوستيرون، اذا في نظام معين ياثر عليه، تذكروا ان قله الدهون في النظام راح تاثر سلبا على تخليق الهرمونات الجنسيه مثل التستوستيرون. بالتالي اذا تغذيتك وايد قليله في الدهون، تلقائيا قد يؤثر هذا الامر سلبيا على انتاج التستوستيرون. غير ذلك ما في شيء راح ياثر بشكل مباشر مثل ما ذكرت.